السلامة، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. إذن بعد رمضان والعيد واش قضينا اللي قضينا، تلموا لي ساك عندنا. اليوم قلت لازم ندير لو تري، جو في تريي دي فوا يتراماو في لي بلاكار منا ومنا، ونعرفوا انه لي ساك هادوك اون بلاستيك يديروا 10 ساك سو هنا في مونريال ولا هنا في كندا. انا نشري هادو غي يوتيليزابل، وكل ما نروح نقضي ندي معايا زوج ثلاثه على حساب القضيان اللي نقضي هذاك النهار. إذن لقيتهم يتراماو منا ومنا، نديروا فيها رونجمون ونربحوا الوقت ولا سباس. كما شفتوا هادو تاع دولاراما ريسيكلابل، فيهم لي فورما صغار كبار، نقدروا نطبقوهم صغار وشنو يكون فيهم شويه سمك، ونقدروا نديروهم سمك رقيق ولكن يكونوا طوال. بالطريقه تاع ما ياخذوناش بزاف بلاصه. كما شفتوا طويت الجوانب واليد تاع لي ساك كذلك، دخلتهم هكذا ومن بعد لموهم مع بعض كما راكو تشوفوا في الفيديو. كاين دوت موديل تاع لي ساك، هادو اللي يجوا في العرض ندخلو لهم هكذا لي مونش. كيما شفتوا دخلت لهم اليدين تاع لي ساك ولا لي مونش، ونطبقوهم بهذه الطريقه كيما راكو تشوفوا. كاين عده طرق، المهم باش نربحو البلاصه. هاني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا مليح، هاني رحت ببطء باش تشوفوا. كي تعودوا على هاد الطرق من بعد تجيكم سهله، وصدقوني كي تحبوا هكذا تروحوا تقضيو ديروا دي كورس كلش منظم. ترفدوا لي ساك تاعكم كي تولوا نفس الشيء تبقوهم ونعاودوا نديروهم دون دي بواط. ودوك نوضح لكم كيل جوغ دو بواط اللي استعملت باش سدفت فيهم لي ساك. كاين هادو تاع البلاستيك يجوا شويه خشان، كيف كيف دخلت لهم هكذا لي مونش، بعدها نطبقوهم بنفس الطريقه. اليدين تاع الساك هنا خليتهم كيما قلت لكم، كاين عده طرق. وهادو هما لي بواط اللي استعملتهم، نقدروا كذلك نغلقوهم ونستفوهم بلي كولور ولا كيما تحبوا. المهم والاهم فيها نظام، وما نقعدوش نحوسوا على الحاجه كي نكونوا خاصه مزروبين باش نروحوا نقضيو. وهاد لي بواط معروفين، شريتهم من دولاراما. مازال الرونجمون تاع لي بلاكار نقاسم معكم ان شاء الله فيديوهات، كان هذا خفيف وظريف. مرحبا بكم معايا في القناه، والى الملتقى ان شاء الله.